أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطورة أو بهذه الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوة جنوب أفريقيا. أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن موقف بلادها ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت وزيرة الخارجية أن عام 2023 كان أسوأ فترة بالنسبة للفلسطينيين، لافتة إلى أنه تم تدمير العديد من المرافق العامة بما في ذلك المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، والذي كان بمثابة شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها الشعب الإندونيسي. وشددت في الوقت نفسه أن ما حدث في فلسطين يظهر ازدواجية المعايير لدى عدة دول في العالم، خاصة شمال الكرة الأرضية. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بجنود جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية. وخلال اللقاء قال نتنياهو إنه سيفعل أي شيء لإعادة الأمن إلى الشمال والسماح للسكان بالعودة إلى ديارهم. وأضاف نتنياهو أنه يفضل تأمين الحدود الشمالية بالطرق الدبلوماسية دون حرب واسعة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يولاف غالانت إن إسرائيل بدأت التحول من القتال المكثف إلى العمليات الخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الفصل التالي من الصراع سيستمر لفترة أطول. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أكد على أن إسرائيل تقاتل محورا وليس عدوا واحدا، مشددا على عدم التخلي عن الأهداف المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة وتحرير المحتجزين المتبقيين. وأضاف جالنيت أن حجم وشدة هجوم 7 أكتوبر هزت بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن. أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مدخل الكنيسة وطلبوا بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة. واتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالفشل. وقامت الشرطة الإسرائيلية بفض الاحتجاجات بسبب غلق الطرق المؤدية للكنيسة. وقامت عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين لفتح الشارع ومنع الازدحامات المرورية على الطرق المؤدية للمكاتب الحكومية المختلفة.